أروع ما قيل لقناة أهل الدار. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ ما هذا الكلام العظيم؟ طيب ما هو النبأ؟ هل تعرف النبأ ولا الخبر؟ هناك فرق بين الخبر والنبأ. ما الأعلى؟ ما الأقوم؟ ما الأصح؟ الخبر قد يصدق وقد لا يصدق، يقولون أحبابنا في لبنان أنه خبري. أما النبأ العظيم هو البعث والنشور، النبأ العظيم الذي هم مختلفون، قبائل آمنت وقبائل ما آمنت. يا ترى معقول رب العالمين يبعثنا بعد ما نحن نموت وننتهي؟ يأتي دائما أروع ما قيل من كلام التنزيل يحسم الموضوع. عما يتساءلون؟ بعدكم محتارين؟ عن النبأ العظيم، أعظم نبأ وأصدق نبأ، أننا سوف نعود إلى الحياة بعد أن نغيب في البرزخ. سوف نعود إلى الحياة. عن النبأ العظيم الذي هم فيه كلا زجر ونهر، لا، مليون في المية. مثل ما خلقتكم أول مرة سوف أعيدكم في المرة الثانية. ما أنا اللي جعلت لكم الأرض مثل المهد، مهد الطفل، وجعلت الجبل مثل الوتد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا عنده من المقبولين.